بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بيكم. النهارده هنحاول نجاوب على سؤال: هل يمكن ان تنشأ صداقة بين حيوان وحيوان؟ احنا نعرف ان ممكن ان تنشأ الصداقة بين انسان وحيوان، بين كلب وصاحبه، بين حصان وصاحبه، بين عصفور وصاحبته. انا شفت مرة صداقة عجيبة جدا بين عصفور وصاحبته، كانت لما تيجي تشرب الشاي يقف على حرف الفنجان ويمد منقاره، هي تاخد شفطة وهو بمنقاره ياخد شفطة، وبعدين ينط على كتافها وبعدين يلعبها، وبعدين كانت دايما تفتح له القفص، ما كانتش تقفله، فكان يطلع يلف في الاوض وبعدين يطلع في الجنينه ويلف ويتفسح ويرجع من نفسه ويبات في القفص. وكان لما يجي لها ضيف ويبقى في يعني انسجام بينها وبين الضيف ويضحكوا كده، كان يغير جدا ويهجم على الضيف، يقعد ينقر في دماغه، ينقر تنقير جامد، يعني اكنه بيقول له انت ايه اللي جابك، امشي من هنا. كانت حاجة غريبة قوي. وطبعا في السيرك احنا شفنا ازاي الصداقات بتبقى موجودة بين المدرب وبين الوحش، ازاي المدرب بيعمل اشارة للفيل فيقف على رجل واحدة ويضرب سلام بزلومته، وكذلك مروض الاسد ومروض النمر، ازاي بامر منه النمر ينط في حلقه من النيران، وفي الحوت القاتل وازاي بيعمل العاب بهلوانيه في البحر، وباشاره واحده من المدرب يقف كده هو في وسط البحر، واقف كده وفي كوره على مناخيره، حاجات غريبه قوي. طبعا الصداقه بين انسان وحيوان حقيقه، وطبعا لها أسباب واضحة، إن الإنسان له ملكات وربنا سخر للإنسان الكون كله. لكن مسألة إن يبقى في صداقة بين حيوان وحيوان ده موضوع جديد، وده موضوع الحلقة بتاعتنا، ونشوف الفيلم وبعدين هنتكلم. احنا في المحمية بتاع الغزلان، وبنلاحظ إن الغزالة دي راكب عليها أبو إردان. طب ليه راكب عليها أبو إردان؟ الحقيقة أن هو بيفليها وبينظفها. هل هي صداقة تطوعية دي بقى ولا إيه؟ ولا منفعة متبادلة؟ واضح أن هي منفعة لأن هو بياكل الحشرات دي، وهي مبسوطة جدا من وجوده. شوف بيخش بمنقاره جوه ودن الايه؟ الغزال، والغزال بيديله ودنه عشان ودنه بتاكله، فهو ينقر بقى الايه؟ الطفيليات. وهنا بنشوف قد ايه اطقم العصافير اللي راكبه على الجاموسه دي كلها بتسترزق من الطفيليات اللي في شعر الجاموسه، وتفليها وتنظفها. وصفات، كل دول وصفات، والجاموسة مبسوطة قوي من وجود العصافير دول. دي أعجب بقى حاجة، علاقة صداقة بين سمكة الجوبي وبين الجمبري الأعمى. أهي دي غريبة، دي هنشوف الحكاية دي بالظبط. ده الجمبري الأعمى ده هو مساهمته ان هو ينظف الحفرة ويوسعها، وهي بتبقى واقفة على الباب اما يجوع يقعد يزق فيها يقول لها يعني شوف لنا حاجة ناكلها، فهي تروح تجيب له الاكل. شوف سمكة الجوبي واقفة على الباب ازاي، وهو جنبها ازاي. علاقة غريبة قوي بين جنسين من الحيوان. هي بتمثل عينيه لأن هو بيشوفش،
ولما بيتوه بتطلع تدور عليه وتجيبه. هي دايما تديله إشارة بالزعانف إن هي موجودة، وهو باللوامس بتاعته بيتأكد إن هي موجودة، لا يعني عشان يطمن تقول له كل وقت أنا موجودة هو ما تخافش. اللوامس الزعانف اللي بتعمل حركة بسيطة دي هي إشارة إن هي موجودة، لأن هو مش شايف، هو بيوسع الجرف أهو وبيوسع العش. هي جابت أكل أهي بقها، هي علاقة غريبة الحقيقة جدا، ازاي حصلت؟ اغلب الوقت يبقى هو جوه لانه لما بيطلع بيتوه. وهي حريصة عليه دايما، تطمن ان هو موجود. بيطلع ياكل شوية طحالب من على باب البيت. شوف بيحفن، ياخد في حفانه ازاي. دي طحالب من النوع الطحالب بيسموها الطحالب البنية. شوف بياخد بحفانه ازاي، لكن لما بتخلص بقى الطحالب دي فبيزقها يقول لها شوف لنا ناكل وشوف لنا اكل، هات لنا حاجة. هو بقى طلع يتجول وحيتوه لأنه أعمى، فهتيجي جري هيحس بيها من حركة الزعانف. أهي جاية جري جري عليها، وبحركة الزعانف بتقول أنا هنا ما تخافش. وبتاخده بقى توديه إيه، شوف تاخده إزاي، بتسحبه أكنها بتسحبه بترجعه البيت. بيستدل على البيت اهو من وقفتها، تقول له ما تبقاش بقى ايه تطلع تتجول كده في البحر وانا مش موجود. ده اسمه كابوريا الراهب، بيسموه كابوريا الراهب لانه بيجي يدور على قوقعة فاضية ويحتلها ويستعملها ايه صومعة، فسموه كابوريا الراهب. اغرب حاجة في الكابوريا ده انه مصاحب الدودة دي. شايفين الدودة دي؟ الدودة دي بتطلع من الصدفة دي، القوقعة اللي هي احتلها. اعجب حاجة انها بتاكل من بقه، تفضل تخش لغاية ما توصل لبقه. الدودة دي بتوصل لبقه وتنتش من جوه بقه حاجة، مع ان دي خطر جدا، ممكن يروح قارمها، له سنان كيني من الكيتين اللي زي السكينة يقطعها نصين. لكن شوفوا بقى، هتشوفوا عملية الخطف العجيبة دي، هو سايبها. شوفوا بقى خطفت ايه، خطفت حتة لحمة اهي من بقه، كان ممكن يقرمها ومع كده هو سايبها تاكل. شوف روح رايحة تاني تاكل حتة كمان، شوف بتخش جوه البق، حاجة غريبة أوي، وسايبها تماما تماما. مين اللي شايف المصيبة دي وناوي على كارثة؟ الأخطبوط. الأخطبوط غاوي أكل الكابوريا، فشايف الحكاية دي وناوي على مصيبة. شوفوا اللي هيحصل بقى بالظبط ايه، شوف الهجمة دي.
هو عنده قوة انه يشفط الصدفة بتاع الايه كابوريا الراهب ده يخلص عليه وبياخده على طول العش بتاعه. هو في الواقع خد الكابوريا وصاحبه هو والدودة بتاعته هيتعشى بيها النهاردة. جري بقى خدهم شوفوا خدهم جوه ازاي ده نوع تاني من كابوريا الراهب لكن لئيم قوي بقى علشان يخلص من تهديد الاخطبوط فهيصاحب الانيمون ده. شوف الانيمون ده بيبقى لازق في الايه في الصخر له رجلين قدمين كده ماسكين في الايه قاع البحر فده بيزغزغ القدمين دول شوفوا بيزغزغ بي 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 بيزغزغ القدمين دول عشان يخلعهم وعشان ياخد الانيمون ده يستعمله بودي جارد. هي دي حاجة غريبة خالص بقى. وفعلا خلعه شوف ازاي شوف خلع الايه خلعه خلع الانيمون من الارض. شوف مين اللي بيبصله مين المفترس الملعون اللي هو الاخطبوط وناوي نية مهببة. كابوريا الراهب محضر له مفاجأة لا تخطر على البال. هو دلوقتي خد الانيمون وحضنها وخلعها وحيشيلها فوق جسمه. شوف حيشيلها ازاي شايف الشيل الانيمون ازاي. ايه الانيمون ده؟ الانيمون عبارة عن حيوان رخوي. وشوفين الزوائد الكتيرة دي الزوائد دي فيها ابر لاسعة سامة تلدغ لدغة هتخلي الاخطبوط يصرخ. شوف شايل فين بقى. شوف الاخطبوط ناوي ان هيجي يعمل نفس العملة وينقض عليه لكن شوف حاطط على ظهره ايه كابوريا الراهب شال على ظهره الايه البودي جارد ده اللي هو الانيمون السام اللاسع ده. منظر غريب قوي يعني شيء غير معقول. شوفوا بقى اللي هيعمله الاخطبوط هيقع في شر اعماله. شوفوا اللوامس اللاسعة دي بقى هوب هتبتدي اللوامس دي بقى تدي ابر لاسعة سامة. شوفوا جراله ايه ساب ما قدرش. شوف هيتجنن من اللسع اللي في بطنه ومع كده هيحاول محاولة تانية. شوف المحاولة التانية فهتكون النتيجة اسوأ. هيكتشف ان المرة دي بقى يطلع يهرب بنفسه فهرب بنفسه جري هرب بروحه وجري. صداقة غريبة قوي وتبادل منفعة عجيب بين جنسين من الحيوان الكابوريا من القشريات والانيمون من الرخويات بينهم مسافة تطورية كبيرة قوي. ومع كده ده يصاحب ده وده يستعمل ده حاجة غريبة. هنا بقى في استراليا النملة اللي احنا شايفينها دي من فصيلة نمل مفترس خطير ده لما يمسك يرقة يقطعها حتت ويأكلها. لكن شايفين مع اليرقة دي ما بيحصلش ده عمال النمل يحسس عليها. فايه الحكاية؟ الحكاية ان اليرقة دي بيسموها يرقة سكرية لانها بتفرز مواد سكرية من حلمات فيها كده فهو بيجي يحلبها ويستعملها كبقرة. شوفوا بقى الحلمات دي وازاي بيمص ايه شوفوا المادة السكرية اللي طالعة من الحلمة دي ها يستنقى ايه. اليرقة في نفس الوقت مبسوطة جدا من الحكاية دي. اول ما يبتدي حاسس على بطنها تيجي الحلمات تفرز المادة دي هو يجي مصمص في الايه المادة السكرية اللي ايه يرضع من الحلمات دي. هنشوف تاني المنظر ده اهو رضع اهو. وهنلاحظ ان في حاجة تانية غير الحلمات في زوائد هذه الزوائد تطلع وتعمل مادة عطرية
تعمل ريحة جميلة، ودي تعبير خاص من اليرقة انها مبسوطة وسعيدة بالصحوبية دي قوي. هنشوف الزوائد العطرية دي، هو بيمصمص من الحلمة، على جانبي الحلمة بقى هنشوف دي الحلمة دي اللي بيمصمص منها الايه المادة السكرية دي. شوف بقى على الجانب من كل ناحية في زوائد بتطلع، دي الزوائد دي بتعمل فرمون، الفرمون ده له رائحة عطرية جميلة. النمل من كتر اعجابه بالبقرة الجميلة دي اللي بيحلبها قام كلف العصابة بتاع النمل انها تعمل حظيرة للبقرة. شوف النمل الشغالة بيعمل ايه دلوقتي، هيخيط الورقة في الورقة عن طريق الغازلات. شوف الغازلات، كل نملة شايلة يرقة غازلة بتطلع خيط حرير، وبيستعمل الغازلات دي علشان ايه، يبني لليرقة ايه محضن حظيرة، وبعدين هيقود النمل كله الايه، هيقود البقرة دي او اليرقة دي داخل الحظيرة. بعد ما يخلص بناء الحظيرة هيدخلها جوه. شوف ازاي واخدها ومدخلها، دخلت خلاص جوه الحظيرة الجميلة دي. خلاص بقى عندهم امتلكوا بقرة ملاكي يحلبوها كل يوم. دي بقى حكاية حصلت فجأة في بيت النمل المفترس. النمل اتلم قال لك شوف رئيس النمل بيصرخ ازاي، قال لك ده لازم طبق طائر ولا حاجة، ايه حكايته ده، ما يعرفش، اول مرة النمل يشوف حاجة زي كده. شوف رئيس النمل بيعمل ايه ازاي، يعني بيصوت بيساعد حركة، معناها الحقوني انجدوني انا عمري ما جاني مصيبة زي دي. الطبق الطائر ده هو الحقيقة نوع من الاراقات مدرع بدرع كيتيني ما حدش يقدر عليه ابدا، وهو دخل جوه بيت النملة. وشوف بيزحف جوه بيت النمل عاوز ايه، هم كلهم مرعوبين ومش قادرين يتصرفوا، لان اليرقة مدرعة بدرع مش ممكن ابدا بيعض فيه. دي الملكة، ملكة النمل، هم خايفين على الملكة بتاعتهم وعمالين يحاجوا عليها لكن هو مش ناوي ياكل الملكة ولا حاجة، ده عاوز ياكل البيض والفأس، ناوي اللي ناوي عليه البيض والفأس. هم بقى في الانزعاج بتاعهم فكروا ينقلوا البيض في اي حتة لكن ما فيش فرصة. شوف بيعض في البتاع مش قادر، النملة بتعض في الغطاء الكيتيني ده مش قادرة، بيحاولوا ييجوا تحت الغطاء الكيتيني ما حدش عارف. شوف بيصرخ النمل ازاي، ادي البيض اهو، بيحاولوا ياخدوا البيض يهربوا بيه لكن ما فيش فرصة، ما خلاص دخلت اطباق الطائرة الفظيعة دي واليرقة الغازية دي عمالة تاكل في البيض. بالفعل هم هينقذوا ايه ولا ايه، بالكتير النملة هتاخد بيضة. شوفوا بياكل البيضة ازاي، شوفوا احنا بنصوره وقع من تحت، بنصور اليرقة الغريبة دي من تحت وبقها اهو، شوفوا بياكل ويقرمش البيضة ازاي مبسوط جدا، لكن هي مدرعة بقى من فوق مدرعة وما فيش ولا نملة قادرة تخش تحت في الحتة دي أبدا، حاجة غريبة قوي. طبعا الحكاية هتنتهي بتدمير بيت النمل وأكل البيض، والنمل خلاص فقد بيته ودخل عدد كبير، مش يرقة واحدة ولا اتنين. اليرقات هتبتدي تشرق وتنشق ويطلع منها الفراشة بقى، فديا فرصة النمل ان هو يهجم على الفراشة دي، يخزق عينيها ولا يعمل اي حاجة. هنشوف ايه اللي هيحصل، النمل كله في حالة هرج ومرج وذعر فظيع،
اهو اتشقت الغطاء الكيتيني اتشق اهو، وهتطلع منه الفراشه اهي طالعه اهي. قال لك ايه، احنا بقى نخزق عينين الفراشه دي او ناكل جسمها. لكن فوجئوا بحاجه غريبه قوي، الفراشه كلها مغطاه بصفائح دهنيه، فكل ما هم يحاولوا يخزقوا حاجه ولا تبص تلاقي عينين النمل نفسها هي اللي تتغطى وتتعمي نتيجه الصفائح الدهنيه دي. هنشوف النمل ازاي ما قدرش على الفراشه طالعه، هم بيحاولوا، لكن شوف بقى الصفائح الدهنيه دخلت في بق النمله ودخلت على عينها. النمله بتنظف نفسها من الصفائح دي، شوف الصفائح عامله ايه. النمل احتاس حوسه كبيره وما قدرش يتصرف واتهزم تماما، وهتطلع الفراشه حره وتطير. هنا بنشوف القرد ابو شنب ده مشكلته مع البراغيث، عمال يهرش ليل نهار. دول بقى اصدقاء السوء، نوع تاني من الاصدقاء، انما اصدقاء السوء. وابو شنب ده عمال يهرش ليل نهار من كتر البراغيث اللي فيه، وبيبقى براغيثه احيانا امل برضه، وبأعداد ضخمة. أهو دول أمل بقى. أهو ما دول أصدقاء السوء بقى. العصافير غاويين يلقطوا الحشرات، والزحلفة لأنها حيوان بطيء جدا بتبقى مصابة بحشرات من كل نوع، وما تقدرش تهرش. هتهرش ازاي؟ ازاي تهرش بإيد بالشكل ده، إيد مجعلصة كده تهرش؟ مش ممكن تاخد وضع هرش أبدا. فهي مشكلتها إن أحيانا تبقى مليانة بالطفيليات دي. فهنشوف بقى في الحالات دي بتستنجد بالعصافير ازاي. هتستنجد، ده المنظر العجيب بقى. هترفع رقبتها لفوق، تمد رقبتها، شوف الحركة دي، تمد رقبتها وبعدين تشب على رجليها أكن واحد بيصوت. العصافير بتبص، شوف شوف شوفوا، هتهب على رجليها. شوفوا ازاي وقفت على رجليها، يا خلقه أنا هتجنن. الوضع ده وضع استنجاد. العصافير كلهم بيعرفوا ان ايه الزحلفه بتاعتنا ايه بتصوت، فكل العصافير هيطلعوا جري عليها. شوفوا الوضع بتاع الرقبه شكله ايه، كل العصافير هيطلعوا جري عليها عشان يفلوها. شوفوا دخلوا جوه بقى رجليها ازاي وهي سايبه نفسها خالص. هذه صداقه ظريفه لي طبعا، برضو فيها منفعه للعصافير لانها بتاكل الحشرات. ودي الزحلفه واخده وضع ثابت، واقفه خالص علشان دول يخشوا الحتة اللي تعجبهم، ان هم هينجوها من البؤس اللي هي عايشة فيه. صداقة منقذة دي، سمكة الحداية ومعاها طقم من الوصيفات عبارة عن اسماك الرمورة. الرمورة اللي اسماك هتشوفها تشوفوها صغيرة، سمك صغيرة عمالة تلف حواليها، كل دول رمورة صغيرين دول. شوفوا تحت بطنها عشرات ومئات من أسماك الرمورة. شغلة الطقم ده كله طقم نظافة، وصيفات ينظفوا ويفلوا الحشرات اللي على جلد السمكة الضخمة دي. سمكة الحداية دي سمكة ضخمة جدا، معاها طقم وصفات لينظفوها بس. كل دول
هنشوف هنا حاجات عجيبة قوي في قاع البحر، برضه من نوع الصدقات النافعة دي. نفس الحكاية هنا برضه، الحشرات بتبقى الطفيليات موجودة جوه بق السمكة دي، داخل بقها حوالين أسنانها، فبتخش أسماك الرمورة جوه بقها. وده حنش، شوفوا الحنش ده بقى جاي جنبه ايه، ميني جمبري، جمبري يا صغيرة بس جميلة قوي، غاية في الرقة. شوفوا هتخش فين، هتخش جوه بق الحنش، مع انه ممكن يقطمها في لحظة، اهي جوه بق الحنش. بتعمل ايه؟ بتنظف السنان من ال، شوف دخلت جوه بق الحنش، وصلت لغاية حلقومه وهو فاتح بقه تمام، اكنه في عيادة دكتور اسنان. وبالفعل في عيادة دكتور اسنان تحت في اعماق المحيط يتردد عليها الاسماك المصابة. وشوفوا شوفوا شوفوا الجمبري الجميل، رقة الجمبري، وبيخش فين؟ ده ممكن يقرمشه. لا مش بيقرمشه، لان ده مش ده دكتور، مش جمبري ده. دي بقى العيادة بتاع الأسنان في أعماق البحر، كل يوم بيعدي عليها يتردد عليها حوالي 50 سمكة علشان ينظفوا سنانها. عالم عجيب الحقيقة، يعني ده عالم عجيب. السمكة أبو أتب ده، السمكة أبو أتب ده برضه له طقم من الرمورة بينظفه، طقم له شفاط كده يلبد. السمكة اللي لابدة تحت دي هي دي الرمورة، بتنظف برضه. شوف السمكة اللي تحت دي، شوف السمكة، السمكة ضخمة ضخمة، وتحتها الوصيفة دي عمالة تنظف وتاخد الطفيليات تاكلها والحاجات دي كلها. الزراف، الزراف بالذات له أطقم عصافير خاصة بيه. شوفوا بقى مساحة جسمه كبيرة كلها فروة، وبيلبد في الفورة، بيلبد في الفروة دي أنواع من الطفيليات ملهاش آخر، وبراغيث وبلاوي. فكل العصافير دول ما لهمش شغلة إلا إنهم ينظفوا. وهنلاحظ إنهم بيقوموا بمهمة التنظيف ده، التنظيف ده بعناية. هنشوفهم بيمشطوا كمان بيمشطوا الفرو. شوف بياخدوا الفرو ايه، ينتفوا الفرو ده عشان هياخدوه للعش بتاعهم، منافع برضه، هياخدوا شوية فروة منها عشان ايه كل عصفور. شوف بقى التمشيط هنا، بيمشط المنطقة دي كلها. شوف وده التمشيط، حاجة غريبة اوي. شيء غريب. وبعدين حتى الزرافة الصغيرة، شوفوا جوه ودن الزرافة الصغيرة في عصفرة ازاي، والزرافة الصغيرة برضو بتدي ودنها وهي سعيدة جدا بالعصفرة دي. كل زرافة راكبها عشرات العصافير، بتبقى العصفرة على رجل الزرافة، وايه الزرافة ماشية مش عاوزة تقليها يعني. احيانا بيوصل بقى التمشيط لانه يعور، يوصل لجلد الزرافة ويعمل ايه، قرحة في الجلد، الحكاية تاخد لها ايه، تتحول لكارثة بقى. شوف الدم المنقار ملطخ بالدم. جوه بطن الزرافة في نوع اخر من الاصدقاء، في أصدقاء سوء بقى، دي الدودة الشريطية جوه أمعاء الزرافة، دي بتاكل أكلها.
تشاركها الاكل بتاعها، اكل المهضوم الجاهز، تيجي الدوده الشريطيه دي تخلص على نصه، ومش دوده واحده، لا ده عده ديدان شريطيه اهو. دي الدوده الشريطيه الخنزيريه اسمها. بنعرفها منين؟ من البق ده اللي هو كله خطاطيف وخناجر، لان يعني البق ده بيلبد في الامعاء. وفي غير الدودة الشريطية فيه الأسكارس بأنواعها بقى، ده دي ديدان أسكارس، دي زي الفلاح اللي يبقى بطنه عشرات من الأسكارس، كذلك الأمعاء الزرافة مليانة لأنها بتاكل حشائش وكده، حشائش فيها البيض بتاع الأسكارس ده. دول كل دول أصدقاء سوء، لأنهم بيشاركوا الحيوان طعامه وما بيدلوش أي فايدة ولا أي منفعة. لكن في الدم وفي القلب ممكن يبقى فيه ديدان برضه، أنواع من الديدان بتعيش في القلب وبتسد فتحات القلب ويموت الحيوان فجأة. ديدان جوه القلب. وفي ديدان في الدم، دي دودة الفيلاريا اللي بتسبب مرض الفيل. مرض بينقله البعوض، البعوض يلدغ وياخد يشفط الدودة دي يوديها لإنسان، ممكن الإنسان يعيا بمرض الفيل. عن طريق البعوض. وأيضا في الدم طفيل الملاريا وطفيل التريبانوسوم اللي هو مرض النوم اللي احنا شايفينه ده، طفيل مرض النوم التريبانوسوم، وده مرض بالنسبة للحيوانات قاتل. كل دول أصدقاء سوء، في مع الحيوان وفي دمه. لكن في أصدقاء خيرين بقى في الأمعاء، أنواع من البكتيريا وأنواع من حيوانات وحيد الخلية وبروتوزوا. ده بروتوزوا في امعاء الايه؟ الزرافه، وايضا بيبقى في الانسان، لكن في الحيوانات بيبقى اكتر، وبيهضم السلولوز، بيساعد الحيوان في انه يهضم السلولوز، فهي حاجات مفيده. طبعا اللي شفناه دي حاجه غريبه قوي، انواع من اصدقاء المنفعه والمصلحه، وأنواع أيضا من أصدقاء السوء. لكن إحنا لما نقف عند حكاية سمك الجوبي والجمبري الأعمى نستعجب، بنسمي إيه الصداقة دي بين الحيوان الأعمى وبين سمكة الجوبي؟ يعني بنسميها إيه؟ إنسانية، بس ما فيش إنسان، ما أقدرش أسميها منفعة، لأن سمكة الجوبي ما بتنتفعش، إن لا بيأكلها ولا حاجة. واضح ان هي نوع من النجدة والخير والمعونة، وده مش مستبعد، لان احنا بنشوف القطة الانثى اللي بترضع كلاب، او كلب او كلبة الانثى اللي بترضع قطط، او الانثى النمر اللي بترضع فهود، فهي يعني عنصر الخير والمعونة والنجدة موجود بين الحيوانات. في كابوريا الراهب واضح انها علاقة منفعة، لانه بيستعمل الانيمون على شكل بودي جارد، وكذلك اطقم العصافير اللي بتاكل الحشرات والطفيليات دي عبارة عن خدم بيشتغلوا باللقمة ويلقطوا رزقهم. لكن برضو غريبة لما نشوف الحنش فاتح بقه قد كده وبيخش فيه جمبري، يا يميني جمبري مغاية في الرئة، يعني دي مغامرة، مش يعني ازاي لازم فيها برضه عنصر احنا مش فاهمينه، لان دي مغامرة ما فيش امل فيها، يقطم خلاص تخلص عليه. او عيادة اسنان في قاع البحر يتردد عليها السمك عشان ينظف سنانه وشرقيه كل يوم 50 سمكة. يعني الخير كمان له مؤسسات، الخير ممكن يبقى له مؤسسات في قاع البحر.
يعني كل ما نفكر بنحس ونكتشف ان الخير موجود في عمق الحياة زي ما الشر موجود. والعلماء البكتيريولوجيا بيقولولنا ان حتى الميكروبات والبكتيريا في بينها تحالفات وصداقات بتحصل، يعني شيء غريب ان الخير والشر موجودين في عمق الحياة، وان الخير حقيقة كما ان الشر حقيقة. واللي بيتأمل ويفكر في عالم الأحياء هيجد دائما الكثير مما يدهشه. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله الأسبوع القادم، والسلام عليكم ورحمة الله.